طلعت فوق تاني مش كده؟ بعد ما قلتلك ما تطلعش. بص سيبك من الموضوع ده ماشي؟ انا برا بطارد المسوخ بوزر. سمعت؟ الجوائز هي السبب الوحيد اللي بيخليني اروح هناك. يا خبر سيب المسوخ. استنى دول بيبطئوا شكلهم بيقفوا. يا همج الحقير. حصل ايه؟ انت كويس؟ لا 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 انا كويس، كانت بس طلقات تحذيرية يعني، لو كانوا بيحاولوا يضربوني كان زماني ميت. ديك فاكر لما قلتلك امنية موتك ايه؟ ايوه هتصرف ديك. نحول مش مصدق دلوقتي. جوائز كتير. ممكن اعمل بيك حاجة؟ ايوه ماشي، ده كازل سلكي ممكن استخدمه.
ماشي تمام. أنا محتاج ده. ثانية يا خبر، ارجع هنا يا حطير، دي بتاعتي. أخيرا يا خبر، الأغبياء دول بيعرفوا يجروا بسرعة. طيب هما بيعملوا إيه؟ كأنهم كانوا برا هنا مسوخ بيتخانقوا، كان معاهم مراوغ رابطينه بحبل أو حاجة شبه كده، كأنهم كانوا بيحطوا له جهاز تتبع أو حاجة كده. إيه إيه بيتخانقوا؟ تقصد إيه؟ يعني كانوا رابطينه بحبل وكانوا بياخدوا عينات منه او حاجه زي كده، زي ما كانوا بيعملوا في برنامج ذا وايلد شو. شيء مقرف. المسوخ طردوهم بس هربوا وسابوا شويه معدات زي اللاسلكي. لحظه، انت مش فاكر ان ساره؟ لا لا، مش انا ما اعرفش. انا بس هو عايش، بوزر عايش، اوبراين تبع نيرو. انا هراقبه لو اقدر. انا بس عايز شوية إجابات. أعرف. اسمع، أنا هقدر أسوق قريب وهساعدك يا ديك. لو لسه عايش هنلاقي القذر ده. عندك حق، هبقى أطمن عليك بعدين ديك. نحول. ماشي يا أوبراين، أنت فين مكانك؟ أهلا. أهلا. أنا تقريبا كده تهت، تقدري تساعديني؟ أنا آسفة، أنت تايه؟ ايوه، بدور على طريق بيل ناب القديم ومفيش اي يفط هنا. بص انت اكيد بتضحك عليا. لا. ايه في ايه؟ ده هايل فعلا، ده هايل فعلا. ده عظيم، ده عظيم. طيب بالنسبة للطرق؟ أنا بجد أسفة، معرفش فين بيلناك بيلناك بيلني بيلناب بيلناب، هي دي. بس أنا معرفش هي فين، بجد مش عارفة أساعدك. أنا أسفة. يعني لا لا. طيب عامة شكرا. هاي ماشي. محتاجة توصيلة؟ أيوة أقدر، شكرا. علشان أخيرا عرضت، أنا سارة. أنا ديكن. طيب أسفة على الفوضى. ما كنتش أعرف إزاي الآلة دي. تمام، زي ما فكرتي. حطي. أنا بس حطي رجلك. طيب. أيوة. بس من هنا. تمام. جاهزة. هاي هاي. امسكي كويس. شكرا جدا. مش مشكلة. الفكرة بس ان مفيش اشارات برا، ف اكيد في طبعا مكان اسمه كريزي ويلي اخر الطريق. وفي لا، كنت اقصد اشارات الموبايل. فهمت قصدك. ايوه اكيد. على كل حال، طيب بنت جميلة كده زيك بتعمل ايه في مكان زي ده؟ انا دايما بسأل نفسي السؤال ده، بعمل ابحاث ويعني بدرس حاجات. شكرا، ما كنتش اعرف الابحاث دي عن ايه. أسفة، أنا بدرس النبات. بتدرسي النباتات؟ أيوة. هاي استنى، خلي بالك. أوه.
سفلة! يا خبر! كويسة؟ أيوة، بس إحنا كان ممكن نموت. هاي، متأكدة؟ أنا كويسة، بس يا خبر. ثانية، في شبكة اتصال هنا. أيوة أنا كويسة، بس العربية اللي معايا حقيقي حتة خردة، محتاجة حد يسحبها. أنا في، مش عارفة، أنا معرفش أنا فين. طريق 42. طريق 42. أيوة أنا على بعد ميل. طيب هقابلك لما توصل هنا. يلا عشان أرجعك لعربيتك ونستنى الونش. أنا معرفش. طيب أنا متأكد إن هم لما يرجعوا هيحبوا يوصلوكي. ف طيب ماشي. طيب بس اديني لحظة. هيجوا في أي لحظة. طيب ف... ماشي خلاص، يلا بس سوق كويس المرة دي. ماشي. ما كنتش تايه بجد صح؟ ده بيتوقف على هتسألي مين. ممكن يكون حد يقولك اني تايه من سنين. أكيد عارف الطرق كويس هنا. يعني انت مش من المكان هنا؟ لا انا من سياتل. الشركه اللي انا شغاله فيها فتحت مختبر هنا، ف انا جيت المكان المجهول ده عشان كده. عشان تدرسي النباتات؟ ده صحيح، قلت فعلا اني نسيت. طيب ماشي. الشركه اللي بشتغل فيها بتشتغل لشركه هندسه حيويه، وبعض النباتات اللي بدرسها نادره قوي وما بتطلعش غير هنا. ده هيكون أحسن حاجة أنا سمعتها. أوه، في إيه؟ ليت، في حد هنا. خبر. مين الذكي ايه موجود هنا بقى؟ سواق موتوسيكل شرير. ها؟ ايوه اضربه تاني. عجبك ده بتاع الموتوسيكل؟ يلا اضربه تاني. اضربه. مش عنيف قوي صح؟ مفيش فايده فيك، ما بتتعلمش طول اليوم. ايوه احنا هنعلمه كويس. ايه رايك؟ ها يا جبل ده قرف. ده مش طبيعي. انا همشي. اقف استنى، اقف، اتحرك بسرعه، اتحرك. مش ممكن يا خبر. لا يا خبر استني. انا اسفه جدا. لا ما لا كنتش لا. اعرف، كنت بدور في شنطتك وشفت ده بعدين. يا خبر كان ممكن اقتل حد. طيب مش ممكن. ايوه بس المفروض ان انت كنت تنشني عليهم الاول. ما عملتش حاجه زي دي قبل كده. شفت؟ مش مشكله عادي. انا هم شفته في شنطتك وحاولت اكلم البوليس. كنت بس شطرة. ما كانش انا هعمل ايه ولا هقول لك حاجه. انا هستنى معاكي لحد لما صاحبك يجي. طيب شكرا. ما عملتش حاجه زي دي قبل كده. مش باين عليكي بجد. تاكر، معسكر هوت سبرينجز، انت سمعاني كويس؟ انا عايز معلومات زياده عن لارسن اللي متراقبه في ماريون فوركس. ديكن، انا فعلا قلت لك كل الحوافات.
مسكتك. تيكن، أنا فعلا قلت لك كل اللي عارفاه. انت شبه. استنى، اتقال مكان هانجري تشيب، ده مكان قديم بيعمل فطاير قريب من الجسر الشرقي. لامبر جاك. ايوه عارفه. هب. لامبر جاك، الفطيرة الكبيرة. أيوة أعرفه، هبدأ من هناك. اعمل كده وافتكر تجيبها لي. جت مجموعة رحالين امبارح وأيدونا بشوية بنادق، ممكن تستفيد منها. هخلي ده في الاعتبار. ديك نحول. مفيش أحسن من الخردة. أخيراً، أنا مش مهم. تمام كده. يا نهار أبيض، واضح إن في حاجة حصلت. يا ترى السفلة دول سابوا معاهم أي حاجة ليها لازمة. Oh, my God.
كابتن سان جون، أنا داك. القايبي بلغكم إن المعسكر بيشكركم على الدوريات اللي عملتوها. استعمل ده. إحنا محتاجين كل المساعدات الممكنة. هو كويس، افتحوا البوابة. كنت مشغول اليومين زفت. ده اللي بيجي اكتر من التانيين، واللي دايما بيجيب متطلبات. استنى، شفته هنا. هي ديكن صح؟ هاي زاني، انت بتبعدي عن المشاكل. اهلا، ايه اخبارك؟ الكاي، قولي اللي عندك. ده اللي هناك، ده سلاح كويس. في حاجة تانية أساعدك فيها؟ اختيار صح. شكرا. خد، بقت كأنها جديدة. دي هتنفع في المواقف الصعبة. أيوة، ممكن أساعدك في ده. أيوة طبعا. هنتقابل يا ديك. ديكن، ايه اخبار الموتوسيكل يا زاني؟ اوه، البنزين شكله خلص. خليني ابص عليها كده، اكيد هيخلص في يوم من الايام، انت عارف ده صح؟ مبسوط اني شفتك يا ديك. هاي ديكن صح؟ هاي زاني، انت بتبعدي عن المشاكل؟ استنى لحظة. اهلا. طيب خلاص اخدتهم. ده اللي معايا. طيب وريهم العجب يا دي. روح تاني للشغل، ارجع للشغل. خلاص كده دلوقتي. هو الدخان ده ممكن يجيب سرطان؟ مش قادرة اتنفس. ايوه قرف. هينقصنا كتير. هو ده هيكفي كل الناس؟ انت هنا علشان موتوسيكلك صح؟ يا راجل ايه اخبارك يا ثاني؟ وقفة يا دلع بقى. استنى، لا لا بلاش، هرجع للشغل. ايه اللي بيحصل لك؟ لا لا لا، ما تعملش كده. لا بس كفاية. هل الثقة ولا لا؟ بس اعمل شغلك وهم هيسيبوك في حالك. ممكن اساعدك؟ ديك، انت عمرك ما ركبت مع رحال وشه كله مشوه شايل اطار حديد بيستخدم اسم ليمبو؟ معرفهوش. هو جال معسكر امبارح يسلم شويه جوائز، كان معاه شويه مشروبات، شكله ما مشيش لحد النهارده الصبح بدري. تاك، انا مش مسؤول الامن هنا، قولي الالقاي. ده موت واحد وواحده يا ديك، بومان وهيوت.
ده كان وشها متكسر على الآخر. انت لو كنت شفتها عمرك ما هتعرفها وتقول ان هي هيويت ماريا. صح، هاي خبر ده ليمبو. هو من هنا؟ القاي قال انهم عند البرج في الغابة القديمة على المنحدر الشرقي لثري فينجر جاك. ايوه عارف هو فين. انا هتصرف. ده اللي انا توقعته. هي ديكن صح؟ ايه اخبارك يا زيني؟ استنى لحظة هجيب.